اهلا بحضراتكم مره تانية. كنا من شويه في مصحف بالذهب، دلوقتي بنتكلم عن ملابس بالذهب، يعني فيست، بلوزه، فستان. الحاجات دي كانت بالنسبه لنا سمعنا عنها، لكن احنا نشوفها على ارض الواقع، نشوفها بالفعل موجوده في مصر متصنعه بيد مصريه، هو ده فعلا السبب الرئيسي اللي استدعانا ان احنا كل لما نلاقي حاجه جميله نشاركها مع حضراتكم. اللي قدام حضراتكم ده فيست او فستان، او زي ما بيسموه يعني على حسب المكان والمنطقه اللي بيسموه فيها، وزنه 400 وحاجه جرام، يمكن ما عندناش تفاصيل كافيه بالظبط، لكن وزنه يتراوح من 400 وحاجه جرام لحد 500 جرام. هي بنسال الشركه بتعمل الحاجات دي ليه؟ هل في ناس فعلا بتشتري الكلام ده؟ ام الحاجات دي معموله للعرض وللتضحيه؟ كانت اجابتهم علينا ان الحاجات دي بالفعل الشركه منفذاها وعاملاها للعرض، ولكن بيتم تنفيذها بالطلب، يعني انت اللي تطلب القطعه بتطلب الديزاين بتاعها وبتجيلك على حسب الطلب والستايل اللي انت طالبه منها. يمكن زي ما انتم شايفين التفاصيل موجوده داخل الفيست او الفستان اللي موجود على الدكان، وقد ايه في مشغولات ذهبيه بشكل يعني يخطف الانظار، ويمكن اللي رايح واللي جاي لازم يقف ويشوف ويسال على ايه التفاصيل دي وايه السلاسل وازاي متجمعه كده وازاي واخده الديزاين والاسلوب المعموله بيه والتجميعه اللي متقسمه بيها. كمان في، لو انتم شايفين معايا، تفاصيل تانية من برنيطه بنفس الديزاين ونفس الشكل اللي متنفذه بيه البدله كامله. البدله بيكون فيها يعني شغل وتطريز بشكل كله بيمشي بشكل متناسق مع بعضه. يعني زي ما انتم شايفين الحقيقه بنشارك مع حضراتكم التفاصيل في تلك الباترينا الجميله اللي قدامنا اللي بتحمل عدد من التفاصيل وعدد من الخامات اللي موجوده وعدد من التشكيلات اللي موجوده من الذهب. عملنا كل حاجه بالذهب، عملنا مصاحف، عملنا حصنه، عملنا اسد، عملنا نمر، عملنا بدله. دي كانت المفاجاه بالنسبه لنا ان يكون في بدله معموله بتلك التفاصيل. هنعرف ايه قصه البدله وليه الشركه عملتها وايه الهدف منها. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. دلوقتي عند البدله. كنا بقى حكايه البدله دي يمكن عن اسد حصان بدله دي الموضوع دي امكانيه المكنه اللي موجوده دي اللي المكنه بتنتجه. دي السلسله اللي المكنه بتنتجه، صنف من اصنافها. يعني احنا كان حطينا عرض عشان اللي عايز ياخد فكره عن المكنه دي بتعمل ايه، هنا حاطينها له ان هو يشوف المكنه دي امكانياتها ايه. تمام. انا شايف في الاول كده فيست او فستان بكامل، ايه حكايته بالكامل؟ ده فستان متطرز كله بسلاسل هولو. ده كله متطرز بسلاسل هولو بالامكانيه اللي موجوده في المصنع عندنا. بالعكس، ان هي في ممكن امكانيات اكتر من كده، ان هي عشان ما نبوظش الديزاين بتاعه. ده ودي برضو البرنيطة دي مطرزه برضو بالذهب اللي موجود فيها دي. نفس الشركه ونفس كل حاجه، كل اللي عامله بس انتاج محلي، كل ده انتاج محلي من مصنع. نفس الشركات اللي كانت عامله المصحف هي اللي عامله كل الشركة. هي شركه واحده، احنا شركه ماستر جولد ايجيبت. كل المعروض هنا بيجي لك، يعني زبون يقول لك انا عايز بدله ذهب او عايز، ما فيش مشكله. ايوه ده بيتباع. ده بيتباع. ده كوليه، مش ده متباع اساسا. ده كوليه. كوليه ده كوليه، مش بدلة ولا أي حاجة، ده كليه عادي. أنا شفت قلت بدلة بقى ومعرفش. لا لا لا، معرفش بقى الحاجات دي. سلسلة وكل حاجة، يعني سلسلة بدلة بس شكلها صغير وديزاين مختلف. قلنا دي بقى فيستا. لا 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 لا، ده كليه عادي. وبنطلب وبيتباع وطرحين منه كذا منتج، يعني كذا شكل. التفاصيل دي برضه نفس القصة، بس الميزان ده خفيف، يعني الميزان ده 700 جرام بالحجم ده كله كتير. توزن قد ايه؟ انت قلت لي حاجه من 400 وحاجه لحد دي 700 جرام، بس ده في اقل، يعني ممكن اعمل لك واحد اقل حسب برضو نفس الديزاين نفس الشكل. لا مش نفس الشكل ونفس الديزاين، ما هو ايه اللي هيختلف فيه؟ فانت هتقلل في الوزن معاك. اقلل في الوزن، ينفع يتقلل في الوزن. اللي فوق في بتلبس في الراس ايه؟ دي بتلبس في الراس حاجه شباحه عادي، تاج عادي، بس غير التاني. انا مبهور بالحاجات دي، عشان كده بحاول اشارك. انت اللي هناك بس عشان شايف الحاجه حلوه. لا ربنا يبارك فيك، مشكورك جدا.
متابعينا يعني الحاجات بتتكلم عن نفسها، والمعرض بيتكلم عن نفسه، والذهب بيتكلم عن نفسه. الذهب مش بس بيتلبس ثاني في الايد او في الودن او في الاصابع، ده بيتلبس في كل حته، يتعلق في الرقبه، يتعلق في الايد، حط على العيون. هي خلال جولتنا داخل المعرض احنا انبهرنا بكل المنتجات، واللي بهرنا اكتر ان المنتجات دي كلها محليه. اللي بهرنا اكتر ان كل ده بيتصنع عندنا في الصغر في مصر. يعني قد ايه احنا وصلنا في ابداع، وقد ايه احنا وصلنا في الشكل وفي التصميم. هي تعالوا حاليا هناخد حضراتكم جوله في حاجه لفتتنا في بدايه المعرض، وهو الحصينه الذهب. تعالوا نشوف قصتها برضو. انتوا يمكن زي ما انتوا شايفين ده حصان ذهب، حصان احجام مختلفه واشكال مختلفه، ما خلوش حاجه غير لما عملوه منها بالذهب. حصان اتعمل من كل واجمل واغرب انواع المعادن، لكن انه يتعمل بالذهب ونشوفه قدام عينينا، ده اللي ابهرنا فعلا. يعني انت ممكن تقتني خواتم، غوايش، سلاسل، تقتني سبائك، لكن انت دلوقتي بتقتني احصنة، بتقتني شكل جمالي تقدر تحطه على المكتب، وتقدر ان انت تقدمه لي كهدية. بس طبعا دي هدية نفيسة جدا جدا، ومش اي حد طبعا، يعني ده عايز فعلا زي بقولك اغلى من نفسك عشان تقدم له حاجة زي كده. لكن طبعا مبهورة بالشغل ده، مبهورين بالشغل ده، مبسوطين منه. كونه بيتنفذ على ارض مصرية، كونه بيتنفذ على من شركات مصرية. الحقيقة الشركات دي كلها بتساعد وبتقدم المنتج المصري، وبتغزو بيه جميع الأسواق. مش مقتصر الموضوع اطلاقا على انه يبقى في مصر بس، لا احنا كمان بنصدر الحاجات دي. الدول العربية الحقيقة تكاد تكون بتهتم بالمنتجات دي بشكل كبير، وكون المنتج المصري يقول لهم انا موجود، شركات مصرية تقول لهم انا موجودة بجانب كل الشركات، مع احترام الكامل لكل الشركات العربية والاجنبية، لكن تعال شوف المصري بيعمل ايه، تعال شوف المصري وصل بجماله وبروعة تصميمه في الذهب، اللي ما سابش حاجة الا لما عمل منها ذهب. متابعيني ومتابعي موقع بصراحة الاخبار مش هنمل ابدا لحد لما نخلص المعرض. خدنا حضراتكم جولة، شفنا المصحف، النهاردة بنشوف الحصان، وكل من شوية بنشوف البدلة. كل دي امور يعني مبهجة وامور جميلة بنحب ان احنا نشاركها مع حضراتكم، ومش بنبخل على حضراتكم في ان احنا نقدم لحضراتكم الجمال ده، ونقول لكم ان ده منتج مصري. متابعيني ومتابعي موقع بصراحة الاخبار، دمتم في رعاية الله، ومن كل عام وحضراتكم بألف خير. كان معكم احمد قدومة، استنوا نقطة جديدة.